دي كده كوتشيات عاملة كام؟ ده كده الأبيض ده كده عامل 80 بعد الخصم، هو كان ب150، في منه الأبيض وفي الأسود ورا. ده كده الأسود ده عامل كام؟ 140 من بعد 250، والأبيض ده برضو كده 140 بعد 250. دولة كده برضو 140 بعد 250. الأبيض ده كده 140 برضو، الأبيض دي كده 140 بعد 250. هو الأبيض ده بس كده اللي ب80 بعد 150، لكن هنا بقى ده كده التشكيلة دي كده كلها 140 من بعد 250. والكحلي والأزرق اللي تحت دول كده برضو، والأسود كلهم كده 140 من بعد 250. الأسود ده عامل كام؟ ده عامل 160 من بعد 270. ده كده الأبيض ده 160 من بعد برضه 270. ده كده عامل كام؟ 160 برضو من بعد 270 الأسود ده، وفي الأبيض البني ده برضو كده، والجمل ده نفس السعر برضو 160 من بعد 270. ده عامل كام؟ برضو 160 من بعد 270. كولكشن الالوان ده عامل كام؟ ده عامل 100 من بعد 180. ده كده 100 من بعد 180 اللي هو فيه الوان كتير. ده الكحلي ده عامل كام؟ ده عامل 180 من بعد 280 او 230. الرصاصي ده عامل كام؟ 180 من بعد 280. طب الشوز البني ده عامل 130 من بعد 230. السكتشر ده عامل كام؟ عامل 180 من بعد 280. دول رجالي، دي موديلات رجالي. هنا اي سكتشر كده 180 من بعد 280، في الكحلي في الاسود في الرصاصي في الكافيه الفاتح والغامق وفي البني ورا. دي كده الجنسات دول عاملين كام؟ الجنسات دي عاملة 180 من بعد 230 تقريبا، 180. الجنسات دي في الفاتح والغامق بتاعها. طب الكوتشيات دي 200 من بعد 300، دي كده 200 من بعد 300 الكوتشيات دي. دي كده الموديلات الرجالي. في هنا بقى السبعات الفرو دي عاملة كام؟ عاملة 40 من بعد 80. يبقى دي كده كلها 40 جنيه من بعد 80 اللي هي السبعات. لكن المقفولة دي عاملة كام؟ عاملة 20 من بعد 40 جنيه، بس مقاساتها صغيرة. يبقى دي كده المقفولة دي عاملة 40، عاملة 20 من بعد 40 بس مقاساتها صغيرة. تصفيات دي
عاملة 20 جنيه من بعد 40. الصبغات دي 40 جنيه من بعد 80. الأحمر والأبيض ده 40 من بعد 80، لكن دول عاملين 50 من بعد 100، اللي هو الأبيض ده كده والرصاصي والروز ده والأحمر عاملين 50 من بعد 100. الأسود ده عامل كام؟ عامل 40 من بعد 80. الأسود ده كده كله عامل 40 بعد 80. الشوز ده عامل كام؟ 120 من بعد 200. كده اشكال 120 من بعد 200. طب الشوزات دي كده عاملة 100 من بعد 180. دي كده كلها 100 من بعد 180. لكن من اول هنا كده عامله كنزي 140 من بعد 260. لكن الشوز ده عامل كام؟ ده عامل 60 من بعد 120. اللي فوق دول كده ثلاث موديلات دول كده عاملين 60 من بعد 120. ودول برضو كده الصف ده كده عاملين كده من اول تحت لغاية فوق عاملين 60 بدل 120. طب الصنادل دي الأول الفلوس ده برضه 60 من بعد 120. الصنادل دي عاملة 80 من بعد 160. في 80 وفي 100، لكن معظمها 100 جنيه من بعد 180. يبقى الصنادل دي كده عاملة 100 جنيه من بعد 160، وفيها موديلات بسيطة قوي منها اللي عاملة 80 من بعد 160. دي كده عاملة 100 من بعد 180. دي عاملة كام؟ 100. جي كده شوزات عاملة 60 و80. ده كده 60، لكن اللي فوق منه 80. ده 60، في موديلات ده كده 60، الستاندرد ده كده 60، في موديلات 80 وفي موديلات 60. الشفاف ده كان عامل كام بألوانه؟ عامل 80. الموديل ده كده عامل 80 جنيه، لكن ده كده عامل 60. البني ده كده عامل 60، والأسود ده 80. يبقى هنا دول كده 60 و80. ده كام؟ 60. السبو ده كام؟ 30. الشفاف ده 30، لكن ده كده 60. الصندان الشفاف ده كده 60.
صباغات الأطفال دي 60، والشوزات دي معقولة 30. بس كده الشوزات بتاعت الأطفال دي كده 30، البناتي 30 جنيه بس. الصغيرة دي كده كبير برضو ب30 جنيه. كل حاجات الأطفال اللي هنا الشوزات البنات دي 30 جنيه، تخيلين كده أي حاجة هنا أطفال كده 30 جنيه. تصفيات حتى السيلفر دي كده 30 جنيه، وفي الأكسيد اللي تحت ده برضو كده في ألوان منها كده 30 جنيه. الشوزات دي برضو كده 30، 30 جنيه. لكن الكوتشي ده عامل كام؟ 60. لكن أي شوز تاني 30. الشوز برضو ده كده 30. دي الحاجات دي كده تصفيات. دي لكم تاني شوزات كده من 30 تصفيات. الكوتشي ده عامل كام؟ 100 جنيه، وفي 120. الشبشب ده عامل كام؟ 40 بعد 80. أي حاجة كده من هنا 40 بعد 80. الشباشب دي كده 40 بعد 80. ده في ده كمان كده عامل 30 مش 40 بعد 50، وده عامل 20 بعد 40. لكن أي حاجة بقى تانية 30 من بعد 80. طب ده عامل كام بقى ده؟ ده عامل 50 من بعد 100. من أول هنا كده 50 من بعد 100. دي برضه كده 50 من بعد 100. لكن دولار كده برضو 50 من بعد 100. لكن ده كده عامل كام؟ ده عامل 80 من بعد 160. دولار 80 من بعد 160. من أول هنا كده 80. دول برضو كده 80. الصبع ده ب50 من بعد 100. لكن اي موديل من هنا 80 من بعد 150 او 160، 150.
بشو زي دي كده عامله كام؟ هي نايمه ولا صاحيه؟ 100 نايمه وصاحيه.